ومع اقتراب شهر رمضان الكريم هناك بعض الاحتياطات الصحية الواجب اتخاذها من طرف الناس المصابين بداء السكري. لذلك حاضرة معنا اليوم الدكتورة لبنى بنيس أخصائية في أمراض الغدد والسكري هنا بالدار البيضاء. أهلا بك لله وشكرا لتلبية الدعوة. الله يجازيك بخير. شكرا. احنا على بعد شحال يمكن لافي ديال شهر رمضان، الله يدخل علينا مباركم سعود ان شاء الله. تفكيرنا كله مع الناس المرضى الله يشافيهم، الناس السكري على وجه الخصوص، لان كاينين ولا زال عندنا في المجتمع ديالنا الناس اللي باقيين تيتعاندوا مع الاطباء وتيبغيو يصوموا رمضان مع يعني الحظر ديالو من طرف الطبيب المعالج ديالهم. اليوم بغينا نعرفوا معك دكتوره لبنى بنيش شنو هي الوقت الامثل لزياره الطبيب باش يعرفوا هاد الناس واش يقدروا يصوموا رمضان او لا. دونك باول حاجه تنهنئ جميع المشاهدين بشهر رمضان المبارك السعيد، وككل سنه حنايا دائما تنحاولوا نوجدوا لهذا رمضان تنوجدوا سورتو المرضى السكري. علاش؟ لانهم هما تيقدروا يكون عندهم شي اخطار وشي عواقب وخيمه على الصحه ديالهم. ما بين العواقب اللي تقدر تكون هو ديك النزول الحاد ديال السكر ديالهم اللي تيكون على حسب الدراسه تيكون 7 المرات اكثر في رمضان كو في الايام العاديه. وكاينه واحد الخطر اللي هو كبير، بان كاينه واحد التغيرات مفاجئه ديال نسبه السكر هي تقدر تكون عندها مضاعفات للكلاوي ديالهم على القلب ديالهم على العينين ديالهم. دونك لهذا حنايا نورمالمون مرضى السكري خصهم يجيو يكونسلتيو يديروا واحد الفحص طبي عندهم واحد شهر ونص حتى شهرين قبل رمضان. علاش؟ باش الطبيب الاختصاصي ديال الغدد يقوم الحاله الصحيه ديال المريض باش نخرجوا حتى حنايا بتوصيات حتى الى هذا المريض كان باغي يصوم خصنا يكون عندنا واحد باغي ولا خاصو على حسب. انا عاد نطرقوا لهذه المسائل، شكون اللي غيصوم شكون اللي ما غيصومش، غيكون عندنا واحد التوصيه تنقوموا الحاله الصحيه ديالو، وديك الساعه تنخرجوا بواحد التوصيات اللي هي اولا تنشوفوا شكون هو المريض اللي غيصوم وشكون المريض اللي ما غيصومش. تنقدروا تقريبا نقسموا لثلاثه الفئات، كاين المريض ديال المريض السكري اللي تيقدر يصوم بدون مشاكل، هذاك المريض اللي تيكون عنده غير ريجيم او اللي تياكل واحد الادويه اللي هي تنسميوها خفيفه ما تتعرضش لهبوط السكر الحاد. هذه بالنسبه للفئه الاولى تيقدروا يصوموا بدون اي مشاكل. كاينه الفئه الثانيه هي المرضى اللي بيان سور تنمنعوا عليهم منعا كليا بانهم يصوموا، ونقدروا نعطيو واحد الامثله لانهم تبارك الله تكون مثلا المراه الحامل، تيكون عندك السكري اللي عنده النوع الاول، أو مثلا النوع الثاني ديال السكري ولكن تيكون عنده مضاعفات، يعني تيكون عنده الكلاوي مقيوسين، أو مثلا عنده القلب ديالو مقيوس بالسكر، أو لا أو ثاني تيكونوا ديك الناس اللي في 3 شهور الأخيرة كانوا جاوهم شي مضاعفات حادة، إما هبوط حاد اللي يقدر الإنسان يكون غيب كوما، أو لا تكون طلعت عليهم ديك المادة ديال لاسيتون. تا هما هذوك الناس تنمنعوهم منعا كليا بأنهم يصوموا، لأنهم يقدروا يأديوا الحالة الصحية ديالهم، يقدروا يكونوا شيء واضح. دكتورة بالنسبة للناس اللي يقدروا يصوموا شنو هي التوصيات والتوجيهات اللي تقدموا لهم باش يقدروا يصوموا في امان؟ باش يصوموا ان شاء الله في امان، اولا بحال اللي قلت لكم حنايا كل حاله على حسب الادويه اللي تياخذوا على حسب كل شيء اللي تيكون. مثلا الناس اللي تيكونوا يصوموا خصنا اولا زياره ديال المريض ديالهم الاختصاصي باش يشوف الطبيب اللي باش يشوف شنو هو النوعيه الادويه. هذيك الادويه نورمالمون اولا تنبدلوا البرنامج ديالها، لان تتولي الوجبه الفطور هي الوجبه الاساسيه، الوجبه ديال السحور تتكون ناقصه، دونك تنبدلوا من الوقت ديال الدواء، وتنقدروا نقصوا حتى من القياس ديال الدويات على حسب النوع ديال الادويه اللي تياخذ هذاك المريض. كذلك على حسب الاكل اللي تيتناولوه اكيد. الاكل اللي تيتناولوا هذيك الشيء علاش خطات واحد التغذيه تتكون هي ماشي مع رمضان، لان بين التوصيات لان التغذيه خصنا نكون حنايا عندنا بالنسبه لينا حنا خصنا جوج ديال لي روبا، يعني في الفطور هو الوجبه الاساسيه خصها تكون ما بين 40 حتى 50% من الماكله اللي غيكون ياكل هذيك المريض. والسحور حتى هي عندنا وجبه اساسيه هي تتكون ما بين 30 حتى 40% ديال الوجبه الكليه اللي خصو ياكل، وتتبقى لنا ديك العشاء اللي حنايا نورمالمون في الطبله المغربيه تنكونوا نديروا ديك العشاء غير 10% هذيك حتى 20% هذيك عندنا فريمون 10 حتى 20% اون بوتيت كولاسيون اكزاكتومون، اما دي فروي او شي ياغورت ولا شي حاجه هذا الشيء اللي كاين. علاش؟ لان احنا المهم خصنا في هذيك التغذيه غيكون تعرفين بان خصها تكون التغذيه اللي خصها تكون اولا متوازنه،
خاصها تكون غنيه بالالياف، يعني الخضار، الشلاضه، لا سوب اللي تكون غنيه بالماء، ان لتر حتى لتر ونص ديال الماء اللي خصو يتشرب، وخصنا اللي خصها تكون ناقصه من الدهون. وكيفيه الطهو خصها تكون حتى هي ملائمه، بالاخص ديك لي غري ساتوري، يعني ديك الزيوت اللي تتكون في اللحوم بالخصوص. وخصها تكون حتى هي فيها حنايا ديك اللي تنعيطوا لهم حنا لي سوكرولون، لان حتى هما مهمين علينا، لان كاينه بعض النوبات يقدر المريض يتناول شي ادويه اللي تقدر تبقى في الذات 24 ساعه، يعني خصنا دي سوكرولون بحال الخبز، بحال المعجنات، السكريات البطيئه، المعجنات، الروز، هادو كلهم باش تكون حتى ديك لابسوربسيون ديالهم تتمشي بروغريسيف، يعني في لا جورني، باش ما تتعرضناش لديك الهبوط الحاد ديال السكر. واضح. مازال كاين توصيات اخرى؟ مازال كاين توصيات ما بين التوصيات. حتى هذاك المريض اللي غنوتوريزيو له بانه يصوم خصو يكون دائما واحد المراقبه، يعني المراقبه نورمال في رمضان، في وسط رمضان، يعني ديك المراقبه حنايا بالنسبه لنا التوصيات خص على الاقل سته ديال المرات ديال المراقبه حنايا، يعني قبل السحور، ساعتين بعد السحور، مع ديك 12 ديال النهار، بعد العصر، قبل الفطور، وساعتين بعد الفطور، لان واخا تكون يعني تسمع انه يقلب السكر ديالو. حنايا بالنسبه للانسان اللي مثلا عنده مشاغل ما يمكنش يراقب، على الاقل على الاقل تنقولوا له ثلاثه المرات في النهار. هذيك المراقبه اللي ثلاثه المرات تنديروها حنا ساعتين بعد السحور، تنديروهم بعد العصر، ومن بعد ساعتين بعد السحور صعيبه شي شويه، لان تقدر تكون مع ديك 10 ل 11 النهار نقدروا نديروا على حسب وقاش الانسان غيكون كلا. واللي خصها تكون خصها تكون واحد المراقبه من اليوم الاول الى اليوم الاخير، ماشي لا يقيدوا يقيدوا، لان علاش نديروا هذه المراقبه؟ لان كاين عندنا واحد لي سين دالارم، سافادير الا طلعت لنا واحد نسبه السكر اللي فايته 2 غرام ونص، اولا نزلنا السكر في ناقص على 0.70، خصو ولا بدا يفطر. واخا هذاك المريض حنا قلنا له بانه يصوم، خصو يوقف الصوم ديالو. علاش؟ لانه يقدر يتعرض لمشاكل، يقدر يتعرض لمشاكل، داك الشيء علاش نديروا المراقبه. والمراقبه بحال اللي تنانسيستي عليها هي خصها تكون من اليوم الاول الى اليوم الاخير، لان الاغلبيه المضاعفات تكون عندنا في العشر الايام الاخيره. ياك قلتي شنو هما لو سوي بانه يفطر؟ هي لفات 2.5 2.5 ولا قل 0.70 خصو يفطر ما عندوش شحال واحد اخر، لان لا ما يمشي عند الطبيب باش حاجه لا خصو يفطر ديك الساعه ساعات، لانه واخا يكون يصوم يقدر يكون مثلا البارح ما كلا ماكولات كثيره ولا شي حاجه، لا غدا غيكون عنده واحد التاثير عليه في لا جورني ديالو، اولا مثلا دار واحد المجهود ولا شي حاجه يقدر يكون. طبعا دكتوره لبنى بنيس راه ما تكلمتيش على السكريات، والسكريات حاضره في البلاد المغربيه بكثره هنا، يعني في كاينين اللي فيهم السكري تيديروا الشوكة تيقول لك راه غنحرقوا، اشنو ظهر لك؟ غناكل شباكية ولا كان تندير البرا راه غتحرقها ليا؟ الشباكية في جميع الأحوال ما صالحاش نهائيا لداء السكري. لا صافي سمعتي بلي هي شبكة وليت ولا؟ التميرة نقدروا نأوتوريزي واحد التميرة، لأن ديك لأن تتبقى صافي بارتي حتى هي ديال حنا أون في بارتي دي اكزاكتومون، ما كاين حتى مشكل. ولكن أنا الشباكية اللي أمرة بالزيوت مقلية في الزيت مأسلة نورمالمون نهائيا ما خصهاش تتخاد، ما خصهاش تتخاد نهائيا. وبحال اللي قلت لكم، لأن تتقدر تدير لنا، لأن إلا طلع لنا عاوتاني السكر تنقدروا نوقفوا نهائيا. واخا دكتورة لبنى بني شني، آخر نصائح ديالك اللي تقدري توجهيها للمشاهدين دابا في صباحية؟ دابا أنا اللي تنقول لهم هذا الشيء بالنسبة للنصائح، الناس اللي تيصوموا، كاين النصائح حتى الناس اللي ما تيصوموش، لأن حتى الناس اللي ما تيصوموش حتى هما راه خصهم يديروا واحد الزيارة ديال الطبيب. علاش؟ لأن لا جورني ما تيمكنش مأمن تياكلوا، تقريبا تياكلوا ديك الشيء خفيف، ما تياكلوش، وتيجي في وقت الإفطار وتياكلوا بكثرة. دونك حتى هذوك راه خصنا نديروا لهم واحد لو شونجمون ديال لو تريتمون ديالهم، يعني تنحاولوا بان ديك الاخص هذوك اللي تيهبطوا ديك الادويه اللي تيهبطوا السكر بزاف نديروهم في وقت الافطار، حتى هما خصهم يديروا حتى هما المراقبه، حتى هما خصهم المراقبه ديالهم. وتنبغي نقول بالنسبه للناس باش من منعوهمش من ممارسه الرياضه، بالنسبه للناس اللي عندهم داء السكري حتى هما يقدروا يديروا الرياضه ديالهم في رمضان، غير تكون مراقبه ولكن ساعتين حتى ثلاثه السوايع من بعد الافطار. انا كنت نشوفوا بزاف
بزاف الناس يكونوا تيديروا رياضه قبل الافطار نورمالمون حنا سي دي كونسي ان سي ساعتين حتى ثلاثه السوايع بيان سور مورا الماكله مورا الماكله ويشربوا مزيان وان شاء الله يكون خير. الله يدوزوا على الكل بصحه وسلامه ان شاء الله. شكرا لك دكتوره لبنى بنيس اخصائيه في امراض الغدد والسكري هنا بمدينه الدار البيضاء. شكرا لك كثير على تلبيه الدعوه وعلى هذه النصائح القيمه لكل المصابين بداء السكري في رمضان. شكرا لك. نمشيو اللحظه لفقره الجمال مع ضيفتنا السيده صفاء بوجناح. خليكم معنا.